النهاردة إن شاء الله هناخد في محاضرة رقم 4 البارامترايزيشن. زي ما خدنا المحاضرة اللي فاتت، البارامترايزيشن ديت عملية صعبة وعملية مكلفة حسابيا، إلا إنها مهمة جدا، لأن بيها بقدر أحصل على البارامترز اللي بستخدمها مع البايومولكيولز أو الكومباوندز الكبيرة. فالبارامترايزيشن ديت بتبقى عملية زي ما قلنا صعبة وبتحتاج كومبيتيشنال باور كبيرة. ومش بس كده، لا، ده في مشكله عندي في البارامترايزيشن، اللي انا في اكتر من فانكشنال فورم ممكن استخدمه، واكتر من فاليوز للبارامترز اقدر استخدمها. فلو بصينا مثلا في المعادله بتاعه البوند لينس، هنلاقي ان فيها عندنا المعادله الاساسيه اللي احنا خدناها الهارمونيك اوسيليتور، اللي هي ار ماينس ار داش سكويرد، وبنعمل ليها سميشن. فده اسمه فانكشنال فورم، ده شكل المعادله الخاصه بالهارمونيك اوسيليتور. انا ممكن في اكتر من فورم، مش لازم استخدم الهارمونيك اوسيليتور، ممكن استخدم زي ما نشوف بعد كده ان شاء الله المحاضره اللي جايه، ان انا في اكتر من فورم للبوند لينس ممكن اعبر عنه، مش لازم استخدم الهارمونيك اوسيليتور بس. بالاضافه برضو ان البارامتر القيمه النيوميريكال فاليوز بتاعه الثوابت اللي عندي في المعادله انا ممكن اغيرها، لان هي عباره عن ارقام، الارقام ديت لقوا معمليا انها بتدي نتائج صحيحه، فبالتالي استخدموها. انا ممكن اعدل فيها، اغير الارقام ديت، او استخدم values مختلفه. فده بيديني عمليه اللي انا اختار انهي قيمه للبارامترز، وكمان اختار انهي functional form. ده بيخلي الديسيشن بتاع اللي انا استخدم او اعمل parameterization عمليه شقه ومرهقه، ولازما تكون النتائج بتاعتي عشان تبقى نتائج كويسه لازم اكون مستخدم الحاجات دي بشكل صحيح. ففي عندي يعني فريدم اللي انا اقدر اعمل او اقدر اختار فانكشنال فورم مختلفه، اقدر اختار فاليوز مختلفه. فبالتالي لو انا عملت كونستراكشن للبارامتر ده بشكل صحيح، هقدر احصل على قيم صحيحه للانرجي اقدر استخدمها مع بقيه الكومباوندز زي ما نشوف ان شاء الله بعد كده. ده احد الاكزامبل لناس اشتغلت ونشرت بحث بعنوان systematic parameterization of lignin for the charm force field. وما في البحث دوت اشتغلوا على كومباوند اسمه lignin، لو موجود في الصوره تحت هنا، ده اسمه مولكيول، عملوا له parameterization وعلشان يستخدموه في charm force field. ودي force field احد انواع الفورس فيلد اللي بنستخدمها في الشغل على البروتين، تمام. فالموضوع كان مهم لدرجه ان هم قدروا ينشروا بحث كامل عملوا فيه بارامترايزيشن للكومباوند دوت. دي انواع الفورس فيلد المشهوره جدا اللي معروفه، زي شارم فورس فيلد وامبر فورس فيلد وجروموس ويو اف اف وام ام اف اف وغيرها من الفورس فيلد. كل فورس فيلد منهم بيبقى ليه بعض الكومباوندز اللي بيدي نتائج كويسه فيه. فمثلا شارم فورس فيلد بنستخدمها في البروتينز، وامبر فورس فيلد برضه بنستخدمها في البروتين وفي النيوكليك اسيد. واختلاف الفورس فيلد بيبقى معتمد على حاجات كتيرة جدا، فالديسيجن بتاع اختيار من الفورس فيلد عملية بتبقى مرهقة، لأن استخدم أحسن فورس فيلد على الكومباوند اللي أنا شغال عليه، فده بيعتمد على نوع الكومباوند اللي أنا شغال عليه. الفورس فيلد كومباريزون المقارنة ما بينهم، الفورس فيلد بتستخدم ابروكسيميشنز مختلفة وفيها ليميتيشنز مختلفة للسوفت وير أو للتايم كونسترينت بتاعتها. فبالتالي اختيار الفورس فيلد دوت عمليه ما هياش سهله، عامل زي واحد مثلا دخل مطعم وفي كل انواع الاكل، فبالتالي هو بيبقى عنده صعوبه ان هو يختار انهي نوع من الاكل. انا عندي اختيارات كتيره، فانا انهي اختيار اللي هيدينا نتيجه كويسه، تمام. ده بالاضافه طبعا للايرورز اللي موجوده في الاكسبيرمنتال داتا، بيزود موضوع الصعوبه بتاعتي، اللي انا عندي في بعض الداتا بيبقى فيها اخطاء، فبالتالي اللي انا اقارن النتائج بتاعتي اللي انا عملتها سيميليشن مع النتائج العمليه ما هياش برضو البرفكت واي علشان اقول ان الطريقه دي احسن طريقه للفورس فيلد او احسن فورس فيلد ممكن استخدمها، لان كل الحاجات دي بتخلي الديسيجن بتاع اختيار الفورس فيلد ما هوش عمليه سهله. ده بالاضافه برضو ان باختلاف الفورس فيلد ممكن تطلع لي نتيجه قريبه، لكن النتيجه ديت بعيده عن العمليه، ده ناتج من حاجه اسمها الفورس فيلد بايز، ان الفورس فيلد بتبقى بايز لاتجاه محدد، فبالتالي الكومباوند بتاعي هياخد شكل معين مع ديفرنت فورس فيلد، الشكل دوت بعيد عن العملي، ده ناتج من البايز اللي موجوده في الفورس فيلد. وده برضو ليميتيشن تاني للفورس فيلد
واستخدامها في البيولوجي. وطبعا هو هنا في الكتاب بيقول ان الفورس فيلد بيحصل لها ابديت بشكل مستمر علشان تحاول يحصل لها ريفاينمنت او تقلل المشاكل اللي بتظهر معايا في السيميوليشن. واحنا بشكل دوري بنلاقي ان الفورس فيلد بيحصل لها ابديت، مثلا شارما فورس فيلد بيحصل لها ابديت بشكل دوري، كل 6 شهور او كل سنه بتنزل فورس فيلد جديده فيها بعض التعديلات على الفورس فيلد القديمه علشان تحسن ادائها. وده شيء منطقي ان بيبقى بيحصل ابديت، زي اي سوفت وير بينزل بيبقى ليه ابديت كل فتره. شابتر 9 بيتكلم عن الفورس فيلد، هندرس فيها بالتفصيل ايه هو الفورس فيلد وايه الحاجات اللي بنحسبها جوه الفورس فيلد. فاول حاجه عندنا هو الفورميوليشن اوف ذا موديل اند انرجي. الفورميوليشن بتاع الموديل بيتم عن طريق ان انا بستخدم موديل كومباوندز، انا عندي كومباوند صغيره بستخدمها كموديل، اخد بارامترز بتاعتها واطبقها على على الجزيئات الكبيره. مثلا البروتينز مش بقدر اعمل لها بارامترايزيشن عشان هي حجمها كبير، لكن ممكن اعمل بارامترايزيشن لامينو اسيد او بيبتايدز واستخدمها كموديل كومباوند. بالنسبه للدي ان ايه برضو حجمه كبير او الار ان ايه، فانا ممكن استخدم الدي اوكسي ريبونوكليوسايدز اللي هي البيز بيرز يعني، وابدا استخدمها كموديل كومباوند للدي ان ايه او الار ان ايه. الفيرونيز رينج ممكن برضو استخدمها كموديل كومباوند تمام للدي ان ايه او الار ان ايه خلاص. فبالتالي انا بستخدم سمول كومباوند كموديل كومباوند للباي موليكيولز. طيب ايه الحاجات اللي انا ممكن اقيسها بال يعني اللي انا ممكن المعلومات اللي اخدها من المودل كومباوند دي؟ في عندنا حاجات كتيره ممكن نقيسها زي الفايبريشنال فريكوينسيز، زي الهيت اوف فورميشن، زي التورجن باريرز، الانترمولكيولر انرجيز والجيومتريز. كل الحاجات دي بنقدر ناخدها من المودل كومباوند نطبقها على البايو موليكيولز. هنشوف دلوقتي اول نوع اللي هو الفايبريشنال فريكوينسي نقدر نقيسه ازاي. انا عندي كل يعني كل 2 اتوم مرتبطين ببعض بيبقى ما بينهم عمليه ستريتشنج، بيحصل فيهم فايبريشنز، هنلاقي ان البوند لينث الطول بتاعها بيبقى في فايبريشن. القيمه بتاعته ما هيش قيمه ثابته، انما هي قيمه افريج لقيم مختلفه. زي مثلا لو احنا قلنا ان المسافه ما بين الاو والاتش في اي كومباوند بتساوي 1 انجستروم كاكزامبل، بنقول ان المسافه دي بتساوي 1 انجستروم بلس اور ماينس 0.1 انجستروم، يعني ان في فايبريشن بيحصل قيمته 1/10 من انجستروم. فطول البوند الحقيقي هلاقيه من 9/10 لحد 1/1/10 انجستروم، بيحصل فايبريشن في الرينج دوت. طيب لو زادت البوند لينس عن كده بيحصل ديسوسيشن، يعني التو اتوم بيتفصلوا عن بعض خالص، ولو قربوا لبعض بيحصل كوليجن بيخبطوا في بعض. وبالتالي في عندنا بنسميها الانتر نيوكليار ديستنس، المسافه المحدده اللي هي البوند لينس. فالبوند لينس ده بيحصل فيه فايبريشن، وفي عندنا بنعرف حاجه اسمها النورمال مودز، وهي الديفرنت كونفورميشنز اللي ممكن ياخدها الكومباوند او الاشكال الفايبريشن اللي ممكن ياخدها الكومباوند. فالنورمال مود دي بنحددها بمعادله بتقول ان النورمال مود بيساوي 3n-6 اللي هي التوتال نمبر اوف اتومز اللي هي ال n ديت مضروب في 3 علشان كل اتوم ليها حريه انها تتحرك في 3 دايمنشن، ونطرح منها 6 اللي هم عباره عن الترانسليشنال موشن والروتيشنال موشن المتاحين للمولكيول ازهول. يعني لو الجزء كله اتحرك في اتجاه في 3 اتجاهات في شكل ترانسليشنال موشن او شكل روتيشنال موشن، ده الست موشن دول بنطرحهم اللي هم بيسموا اكسترنال ديجريز اوف فريدم، بنطرحهم عشان يبقى عندنا الانترنال ديجريز اوف فريدم اللي هي ال 3n-6. فانا لو عندي كومباوند ال n بتاعته او نمبر اوف اتومز بتساوي 3، هنلاقي ان النورمال مود بتساوي 3 مضروبه في 3 ب 9 ماينس 6، يعني بتساوي 3 نورمال مودز. وده اللي هنشوفه في جزء الميه، هنلاقي ان جزء الميه بتاعي فيه 3 نورمال مودز، واحد فيهم اسمه سيمتريك ستريتش، وده فيه ان التو بوند لينس بيزيدوا مع بعض ويقلوا مع بعض، فكاني بعمل ستريتش للبوند لينس للتو بوند لينس مع بعض. وفي اسيمتريك ستريتش اللي هو واحد فيهم بتطول والثانيه بتقصر تمام. وفي عندنا كمان البيندنج مود اللي هو فيه المسافه ما بين او الزاويه ما بين الثلاثه اتوم بتقل او بتزيد، بيحصل فيها فايبريشن تمام. كل مود من دولت بيبقى ليه فريكوينسي محدد او ويف نمبر محدد اللي هي الميو 1 والميو 2 والميو 3. هنلاقي ان القيم بتاعتهم بالوحده بتاعته سنتيمتر ماينس 1، معناه
الويف نمبر بتاع كل مود منهم بيبقى ليه قيمة محددة، تمام؟ وبنقدر بالاي ار نحدد او يعني نحس بالفايبريشن مود ديت، وبيظهر لي على الكيرف بتاع الاي ار زي ما نشوف دلوقتي. الاي ار سبكتروسكوبي والرامان سكاترينج دي عباره عن طريقتين بقدر بيهم اشوف الفايبريشنز اللي بتحصل في البايوميكروز او في الميكروز بشكل عام. لو حصل ترانزيشن من ستيت لستيت والترانزيشن ديت كانت يعني قيمه الفريكوانسي بتاعتها متطابقه مع المود بتاع الموليكيول، بيحصل ابزوربشن، فبالتالي بيظهر عندي في الاي ار سبيكتروم او في الرامان سبيكتروم. طيب الاي ار سبيكتروم بيحصل ترانزيشن لو كان في تغير في الدايبول مومنت، يعني البيك بتاعت الاي ار بتظهر فقط لما يكون في عندي تغير في الدايبول مومنت بين في الترانزيشن ما بين الستيت والستيت. انما في الرامان سبكتروسكوبي لما يكون في تغير في البولاريزابيلتي بتاعت السيستم بيبدا يظهر عندي بيك. فبالتالي هنلاقي ان بعض الجزيئات زي مثلا حلقه البنزين اللي قدامنا ديت بيبقى ليها بيكس في الاي ار اللي هي بالاحمر وبيكس في الرمن اللي هي بالازرق. هنلاقي ان في بيكس في الاحمر في الاي ار مش ظاهره في الرمن، والعكس برضو في بيكس في الازرق اللي هو الرمن مش ظاهره في الاي ار. فبالتالي في السمول مولكيولز اللي انا اقيس الاي ار واقيس كمان الرمن بيبقى الاثنين كومبلمنت لبعض، بيكملوا بعض، بيطلعوا لي صوره كامله عن الفايبريشنال فريكوانسي للكومباوند ده. انما المشكله في الباي مولكيولز او في المركبات الكبيره، انا مش عندي يعني مش عندي السمبلسيتي بتاعه السمول مولكيول، فبالتالي عندي عدد كبير جدا من الفايبريشن. احنا بنتكلم عن المعادله بتقول ان النمبر اوف نورمال مود بتساوي 3 ان ماينس 6، فبالتالي لو انا عندي الان دوت ب 1000 هيبقى عندي عدد كبير جدا من الفايبريشن مودز والفريكوانسي والبيكس، وبالتالي مش هقدر اشوف بيك بسيط زي اللي احنا شايفينه قدامنا ده. هنلاقي ان في الباي مولكيول البيكس بتبقى عريضه زي ما هنشوف في الصوره ديت. ده عباره عن بيبر منشوره من في القسم هنا قسم الفيزياء الحيويه بعنوان Molecular Level Characterization of Normal Benign and Malignant Breast Tissue Using FTIR Spectroscopy. في البيبر ديت دكتور وائل والدكتورة آلاء والدكتورة نهال قدروا يفصلوا او قدروا يفرقوا ما بين النورمال تيشو والماليجنانت تيشو والبناين تيشو عن طريق ان هم قاسوا الـ FTIR لعينات من الثلاث انواع من التيشوز دولت وقارنوها ببعض. لقوا ان في اختلافات في الاميد 1 ريجون اللي هي منطقه من 1600 ل 1700 سنتيمتر ماينس 1. الاختلافات دي تقدر تحدد او تقدر تفرق ما بين النورمال والبناين والماليجنانت. فبالتالي انا السبيكتروم بتاعي كومبلكس والبيكس عريضه وواسعه ما هياش دي يعني فيها تفاصيل زي السمول مولكيول، لكن قدرنا بالبيكس ديت نفرق ما بين انواع التيشوز المختلفه، فبالتالي في انفورميشن موجوده برضو اقدر استفاد بيها. بالاضافه ان انا في السمول مولكيول انا اقدر اعمل بريدكشن كمان للاي ار سبيكتروم اللي المفروض يطلع لو الموليكيول دوت قسناه معمليا، والنتائج النظريه دي طبعا ممكن تفيدني في معلومه زي مثلا هل الاستراكشر بتاعي دوت بقى في المينيمم ستيت بتاعته ولا في ترانزيشن ستيت، لان الفايبريشنال مود دي بتعبر عن الموليكيول في الحاله اللي هو موجود فيها. فانا لو الموليكيول بتاعي كان اوبتمايزد وفي المسافات ما بين الاتومز مظبوطه هنلاقي النورمال مود بتاعته مشابهه ل اللي بتطلع في العملي. لو فيها اختلافات معناها المركب لسه مش وصل للاوبتيمم كونديشن. ففي طرق نظريه بنقدر نعمل بيها بريدكشن او حساب يعني للفايبريشنز. ده شكل الاي ار سبيكتروم الميه على اليمين والبروتين على الشمال. لو بصينا كده بشكل سريع هنلاقي ان الميه تقريبا شبه جدا البروتين، مفيش اختلافات كبيره ما بين الاثنين. لكن زي ما قلنا اللي احنا الاختلافات مش واضحه ما بين الاثنين، الا انما لو انا خدت ريجنز محدده وليكن مثلا الريجن دي من 1600 1700 الاقي ان في اختلاف كبير ما بين الميه وبين البروتين، فبالتالي اقدر اطلع معلومات ممكن تكون مفيده لبعض الباي مولكيولز من السبيكترام بتاع الاي ار. هلاقي في جداول كبيره فيها كل ريجن من الاي ار اقدر استفاد بيه معلومة ايه عن الباي مولكيول، اذا كان دي ان ايه او بروتين او نيوكليك اسيد او غيرهم او ليبيدز.
تمام. طيب الشكل الادمي دوت هو عباره عن البند النورمال مود اللي بتظهر لي دايما في الباي مولكيولز. انا عندي فيه حوالي 6 انواع من المودز او المولكيولر فايبريشنز، في السيمتريك ستريتشنج والاسيمتريك ستريتشنج زي ما شايفين كده، الاثنين بيطولوا البوند لينث بيزيد مع بعض او واحد فيهم بيطول وواحد بيقصر، لو مع بعض بنقول عليها سيمتريك، لو مش مع بعض بيبقى اسيمتريك. وفي كمان عندنا السيسورينج اللي هو عامل زي حركه المقص اسمها السيسورينج، فبالتالي المسافه ما بين التو بوند لينث بتقل وبتزيد مع بعض. طيب لو كان في عندنا كمان ثلاث حركات خاصين بعمليه الموفمنت للاتومز، عندنا مثلا الروكينج والواجينج والتويستينج، اللي بيحصل فيهم ان البوند لينث ثابت حاليا، لكن بيتحرك الاتومز زي ما احنا شايفين كده بيتحرك يمين وشمال، لو مع بعض باسمها روكينج، لو الاثنين بيتحركوا لبره ولجوه مع بعض بنسميها واجينج، لو الاثنين بيتحركوا بره وجوه مش مع بعض يعني في واحد قدام واحد ورا ده بنسميها تويستينج. تمام، مش عليكم تحفظوا بالظبط ايه الحركات دي، بس دي اشهر الحاجات الفايبريشنز اللي بتظهر في الباي مولكيولز. دلوقتي هنبدا في نتكلم عن الفورس فيلد كومبوننت اللي هي كل الفانكشنز، ايه كل الفانكشنال فورم الخاصه بالبوتنشال انرجي. زي ما قلنا المحاضره اللي فاتت في عندنا البوند لينث بوتنشال، في عندنا البوند انجل بوتنشال، وفي التورجن بوتنشال، وفي كمان النون بوند انتر اكشنز اللي ممكن تحصل في اي مولكيول. فبالتالي هنشوف بالتفصيل ايه هو البوند لينث بوتنشال. في البوند لينث بوتنشال هو عباره عن علاقه ما بين مسافه ما بين تو اتومز، في عندنا اثنين اتوم مرتبطين ببعض، وليكن مثلا في الاكزامبل اللي قدامنا ذرتين هيدروجين مرتبطين ببعض، المسافه ما بينهم ليها قيمه محدده، فعلى حسب قيمه المسافه ما بين التو اتومز بنقول ان البوتنشال انرجي بتاعتي بتختلف. فلما المسافه بينهم تصغر جدا، لما المسافه تقرب للصفر، هنلاقي ان كان التو اتوم بيخبطوا في بعض، فالبوتنشال انرجي هتزيد جامد ورقم كبير قوي بالبلس. دي معناها ان ايه، ان الستيت ديت مش ستيبل. لكن لو المسافه بقت قيمه محدده وليكن واحد انجستروم، هنلاقي ان البوتنشال انرجي بتاعتي بتاخد مينيمم فاليو اللي هي القيمه القليله ديت اللي هي القاع دوت، تمام كده، ونقول ديت احسن مسافه المفروض ياخدها الجزيء دوت. لو المسافه زادت هنلاقي هنا بدا الاتش والاتش يبعدوا عن بعض شويه، فهنا هيبدا البوتنشال انرجي هتزيد لحد ما توصل للقيمه اللي هي مقابله لان التو اتوم ينفصلوا خالص عن بعض ويبعدوا عن بعض، تمام كده. فده شكل البوند لينث بوتنشال، بيبقى قيمته كبيره جدا عند المسافات الصغيره، وبعد كده بيبقى مينيمم فاليو عند ار 0 او الريفرنس فاليو او القيمه الافريج او العملي يعني للبوند لينث. بعد كده لو زودنا البوند لينث هيحصل لها البوتنشال انرجي هتزيد تاني وهتوصل للديسوسيشن انرجي الخاصه بالتو اتومز دلوقتي، تمام. طيب فهو هنا بيقول ان البوند لينث ده ممكن نعتبره هو سترين تيرم، واللي بيعبر عن الانتر اكشن بين التو اتوم زي ما قلنا، وبنقدر نحدد القيم بتاعتها من الطرق العمليه زي الاكس راي كريستالوجرافي، بنحدد بيها البوند لينث بتاع كل تو اتومز، او ممكن نعمل لها كومبيتيشنالي نحسبها كومبيتيشنالي باستخدام الكوانتم ميكانكس للمركبات، تمام. لو احنا حسبناها كومبيتيشنالي بنقول احنا عندنا الريفرنس فاليو، لو احنا جبناها من العملي بنقول احنا عندنا افريج فاليو، وهي القيمه اللي هي بتبقى فيها الطاقه اقل ما يمكن، تمام. طيب المعادله اللي نقدر نعبر بيها عن البوتنشال انرجي تيرم هو الهارمونيك اوسيليتور. ده الهارمونيك اوسيليتور ده عباره عن زي سوستا او زنبورك او كده، وهنا في كفه بتحط عليها اثقال، وهنلاقي ان هنا لما احط هنا ماس محدده بيحصل ان الزنبورك ده بيبدا يعمل فايبريشن بيطول ويقصر، فبالتالي هنلاقي ان في قيمه محدده
او مسافه محدده بيتحرك فيها الايه الوزن دوت. باستخدام فوكس هوكسز لو ان الفورس بتساوي ماينس كي في اكس، الاكس ده هو الديستانس او الديسبليسمنت المسافه اللي بيتحركها، والكي دوت هو ثابت تمام، والكي دوت بتساوي ام في اوميجا سكوير، والام في الاوميجا سكوير دوت لازم يكون بوزيتيف، ما ينفعش يبقى نيجاتيف. الاوميجا هنا هو ال2 باي في الفريكوانسي، يعني 2 باي طبعا باي اللي هو ده رقم 22 على 7، والميو اللي هو الفريكوانسي لو ضربناه في 2 باي هيدينا الاوميجا او الانجولار فريكوانسي اللي هو بيساوي جذر الكي على الام تمام. مش لازم تحفظ طبعا المعادله دي، انا اللي يهمني حاجه واحده بس، لو انا عاوز اجيب البوتنشال انرجي فلازما اعمل تكامل للمعادله اللي فوق ديت اللي هي ماينس كي اكس، فيبقى عندنا كي على 2 في اكس سكوير تمام. فالاي هارمونيك اوسيليتور بتساوي اس ده ثابت مضروب في ار ماينس ار داش سكوير، ده شكل الهارمونيك اوسيليتور. اي هارمونيك اوسيليتور بياخد الشكل دوت، واللي احنا بنستخدمه في البوتنشال انرجي فانكشن لو احنا استخدمنا الهارمونيك فورم تمام. فبالتالي الهارمونيك اوسيليتور ممكن استخدمه على اعتبار ان التو ماسس دولت اللي هم التو اتومز يعني بيتحركوا بشكل اوسيليشن زي الهارمونيك اوسيليتور تمام. وهنا بيقول ان الهارمونيك اوسيليتور دوت بيبقى فيزابل بس، او يعني كويس جدا في المسافات الصغيره الديفورميشن اللي هي قيمتها 1 من 10 انجستروم، لكن لما يكون المسافه ما بين التو اتوم بتزيد عن كده تبقى اكبر من 1 من 10 انجستروم، بيبقى الهارمونيك اوسيليتور مش احسن حاجه تعبر عن التو اتومز. وبيبقى عندنا في فورمز ثانيه زي ما قلنا في اكتر من فورم، طبعا في فورم مشهور اسمه المورس فورم اللي هو الشكل اللي قدامنا دوت، ان الاي مورس بتساوي دي في 1 ناقص اكسبوننشال ماينس اس ام ار ماينس ار داش وبعد كده سكوير، ده شكل المورس تيرم. والمورس تيرم ده فيه تو فاليوز الدي والاس ام البارامترز النيوميريكال فاليوز فور ذا بارامتر، في عندنا الدي هو الويل ديبس والاس ام هو الويل ويتس. انا عندي دلوقتي ويل اللي هو الشكل دوت اللي عامل زي البير دوت، في عندنا ديبس وويتس، الويتس اللي هو العرض والديبس اللي هو الايه الارتفاع بتاعه تمام. فلو انا ظبطت القيم بتاعت الدي والاس ام هقدر احصل على هارمونيك اوسيليتور اللي هو بيختلف طبعا على حسب نوع التو اتومز اللي انا بشتغل عليهم. هو المورس تيرم هو شبيه بالهارمونيك اوسيليتور لكن هو حصل فيه موديفيكيشن طبعا عملها مورس واثبتها، والنتائج بتاعته كانت اقرب للعملي من الهارمونيك اوسيليتور. فاحنا ممكن نستخدم هارمونيك اوسيليتور، ممكن نستخدم مورس كيرف، وممكن نستخدم اكتر من نوع من الفانكشنال فورم اللي بتعبر عن البوند لينث. ده شكل الديفرنت فانكشنال فورم اللي استخدموها هنا، المورس تيرم والهارمونيك والكيوبيك والكوارتيك والكوارتيك سبيشال، واللي بتعبر عن المسافه ما بين اي 2 اتومز تمام. فبالتالي ده شكل الفانكشنال فورم اللي ممكن نعبر بيها عن البوتنشال انرجي، وان شاء الله المره الجايه هناخد البوتنشال انرجي الخاصه بالبوند انجل. شكرا جزيلا لكم وبالتوفيق ان شاء الله.